لأن الألعاب الفردية لنادي الحمرية عودتنا على تحقيق الإنجازات، ولأن منتسبي النادي العنابي لا تفارقهم الكؤوس والميداليات، ولأن الأبطال يستحقون توثيق صعودهم منصات التتويج، اخترنا أن نوثق لها بطريقة تشبهها. مرحبا بكم في برنامج بوديوم. بوديوم وفي حلقته الأولى اختار تسليط الضوء على مشاركة فريق الحمرية للشراع الحديد في بطولة بطل الإمارات، بطولة امتدت على مدار يومين بنادي دبي للشراع، مما فرض على الفريق العنابي التحضير لها بمعسكر خاص في أحد فنادق دبي. معنوية العناصر الحمراوية بدت عالية وهي تغادر الفندق متوجهة إلى مكان احتضان البطولة بحثا عن الدخول في أجواء التنافس منذ اليوم الأول. جايين بطولة بطل الإمارات، جايين نشارك في الدوس إن شاء الله نجيب مراكز. واليوم أنا وايد مستانس في بطولة دبي للرياضات البحرية، وفارنا الناموس إن شاء الله. بعد يوم أول كانت فيه المنافسة قوية بين المشاركين، دخل لاعب الحمرية اليوم الثاني بهدف تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى. ذلك ما تأتى لهم ورغم صعوبة السباق، إلا أن الحمرية نجح في صعود البوديوم بمركز ثالث حققه بط خالد العويس في فئة أوبتيميست تحت 8 سنوات. إن شاء الله مرة ثانية أجيب أحسن. الحمد لله قدرنا انه بدنا ناخذ المركز الثالث في صنف الاوبتيميست، ورغم انه كان يعني السباق جد صعب، اكثر من 30 لاعب في مغص الاوبتيميست واكثر من 25 في كل صنف، وهذا يعني بعد تقريبا 3 شهور ما كان فيه بطولات، القادم يكون احسن باذن الله.